خدمة 36 سنة و 8 شهور، راتبي 97,000، دواء 62,000 ليرة الشهر الماضي، شو تبقى من الراتب؟ طلعت على التقاعد بعد 32 سنة معاشي 100,000. مصروف يوم ما بكفوا. وضع الحقيقة مأساوي، أنا بقبض 100,000. كفيني نص يوم، باقي الشهر نشحد. فواتير ما بكفوه. والله عم اشتغل بعد الدوام بالبلدية، تنظيفات بالشوارع. بدون الراتب لأنه يعني بعمري لازم أنا أقعد بالبيت. أنا متقاعدة مساعدة مهندس، خدمة 36 سنة و 8 شهور، راتبي 97,000. بعملي موازنة، هل بكفي حق دواء 62,000 ليرة الشهر الماضي، شو تبقى من الراتب؟ هاي جامعية كمان أختي، عاد 32 سنة متقاعدة، هي بتميكو بالمخبر معي علوم طبيعية، وبعدين لما طلعت على التقاعد بعد 32 سنة معاشي 100,000. لك هي حق الدواء 62,500 هذاك شهر، هالشهر كل ماله عم يغلى، كل شهر عم يتضاعف سعر الدواء، منين بدنا نجيب احنا مصاري؟ وعايشين بالغوطة وكلها اشتراك، بس ضو وبس عم نعبي مي بالهذا بالمصاري عم ندبق بالاشتراك، ما عم 55,000 قبل ما نجي لهون، من الغوطة لهون، طالع بس أضوية، بس ضو بلورة بيرات والله ما بقى ايه اشتراك ايه اسمه اشتراك والله اشتراك ايه مصاري ايه بقى اللي لي الحل تسلم لي عينيك اللي لي الحل 96,000 والمعيشة يعني عادية فات ب 100 و2000 ليرة أنا متقاعد بعد خدمة 42 سنة مصروف يوم ما بكفوا هذا الواقع الحياة اللي عم نعيشها ما بعرف إنه كيف عم ينظروا هالناس كيف عم تعيش يعني أنا المسؤول اللي عم يقعد يجي يحط موازنة الدولة عم يحط وبيجي بيقول كيلو اللبن حقه 10,000 ليرة الموظف منين بده المتقاعد منين بده يعيش شو بده يشتغل بعد عمره 60 سنة شو بده يشتغل واحد وإنا لله وإنا اللي راجعون وضع الحقيقة مأساوي أنا بقبض 100,000 ما بوصل فيهم على المحل برجع خالصي متقاعد حضرتك متقاعد صار لي سنتين 100,000 بقبض بالضبط الحل ما بعرف بدها حلول كتير بدها حلول يعني هذا الوضع مأساوي على كل الناس مو معقول 100,000 راتبك وبتصرفيهم بيوم واحد ما معقول والله أنا كنت موظف بالمحافظة وتقاعدت الله وراتب 98 طلع تقاعدي والراتب ماشي الحال يعني عم نشتغل شغلة تانية عم ننزل هيك نشتغل وعم نشي حالنا والمعيشة الحمد لله يعني شو بدنا نسوي حالنا من ندبر حالنا كيف يعني قديه بكفيك الراتب والله يا انسي مو اقل من 2,000,000 اذا بده يكفي يعني شو عم تعمل ب 98 هدول عم مشي حال هذا خان يعني هذا خان ما بكفوا يومين ثلاثه والحمد لله ماشيين وعم نشتغل وبعد طبعا والله ما عم فوت اوقات على البيت من الصبح للساعه 12 بالليل هلا عم بقبض 115,000 بعد كم سنه خدمه 35 وين كنت تخدم؟ بوزارة النقل شركة الطرق والجسور عم تقبض قديه 100؟ 115 قديه بكفوك ال 115؟ يومين يعني يومين الأولاد بيشتغلوا هاي هي يعني معتمدين على الأولاد طبعا الأولاد شغلات خاصة بيشتغلوا يعني هيك واللي ما عنده أولاد؟ اللي ما عنده أولاد له الله أنا تقاعدت بعد 27 سنة وعم بقبض 95 و130 ورقة هو جبروني إياهم كمان كانوا 62 جبروهم لل 95 لأول معاش الموظف تبع الدولة قد بكفيك راتبك كم يوم؟ والله بكفي شو بدي كفي إذا بدك يومين يومين يعني إذا بدك تقتصدي هاي شو كيف بتكفي الشهر؟ أنا بشتغل شغل تاني لو ما شغل تاني ما بقدر بتشتغل؟ بشتغل سائق عند عائلة بشتغل شغل تاني راتب بيعطوني يعني في راتب الحمد لله بس بطلع من 7 الصبح لآخر الليل ما في قد عمرك عم؟ أنا هلا 61 60 ما صار لي على 5 شهور طالع هلا فينا نشتغل بعدين ما فينا
والله صرنا سي 10 سنين. اي والله تقاعدنا راتب تقاعدي وعم نقبض الحمد لله وماشي الحال. قد عم تقبض؟ والله يعني بحدود 80 85. قد بكفيك راتبك؟ والله بكفي ويزيد الحمد لله على ارتفاع الاسعار تشابسلون ما عم يزيد منه شيء، كل شيء مرتفع. الله تقاعد حضرتك؟ نعم. قد ايه بتقبض؟ 95. كم سنة خدمة عندك؟ 35 سنة. طيب شو بتكفيك ال 95؟ والله ولا شيء، شغلت أسبوع ما بيهدوا يعني. كل شيء غالي. كل شيء غالي عنا. كيف بتكمل الشهر؟ والله عم اشتغل بعد الدوام بالبلدية، تنظيفات بالشوارع. شو نساوي؟ عم ناخذ بالجمعة 45. شو نساوي؟ هاي الدنيا. والله ما في شيء رخيص، ما حدا عم يشتكي بشيء، ما حدا عم يحكي بشيء. إذا السيرفيس، أنا ساكن بالسيدة زينب بالبهدلية. إذا السيرفيس عم حقه 1000 ليرة إيجاره، شلون؟ عم ياخذ 5000 ليرة. شلون؟ وما حدا عم يشتكي. وإذا اشتكينا أنا واحد بياكلها، مو كل بياكلها. والله صرنا سي 10 سنين. إي والله تقاعدنا راتب تقاعدي. وعم نقبض الحمد لله وماشي الحال. قد عم تقبض؟ والله يعني بحدود 80 85. قد ايه بكفيك راتبك؟ والله بكفي ويزيد الحمد لله على ارتفاع الاسعار تشابسلون ما عم يزيد منه شيء، كل شيء مرتفع. الله لا اقبض، برجع احيانا ما بقبض انا. برجع على البيت ما فيش، ما في شبكه يا ما في مصاري. احيانا بوقف 3 4 ساعات وبرجع، وبيتي مو قريب يعني، بيتي بالغوطة الشرقية بجسرين بيتي. دائما في مشكلة بالصرافات؟ دائما في مشكلة بالصرافات، يا ما في شبكة، صرنا نجي آخر الشهر لنقبض. ما وأحيانا نكون مخنوقين يعني بدنا مصاري. مزبوط. قد ايه راتب والدك؟ كله على بعضه 25,000. ليش 25,000؟ أنا وأختي. أنت ورثة؟ ورثة. صار لي داير على 10 صرافات من الصبح ما عرفت أقبض أنا. حضرتك متقاعد؟ نعم متقاعد. قد ايه عم تقبض؟ مهندس كهرباء انا. عم بقبض 117,000. بعد كم سنة خدمة؟ 36. شو يعني؟ قد ايه بكفيك راتبك؟ كفيني نص يوم، باقي الشهر نشحت. فاتحين هنيك شو اسمه نشحت. شو بدك تحكي لتحكي أنت هلا؟ احنا هذا واقع مفروض. بس احنا نحكي أخي مصرف التجاري مصرف الدولة. الدولة عم تقدم مصاري، هلا سمعتوا يقول لك في مصاري ما في شبكه، هذا اسمه كذب. انا مهندس وبعرف ايش معنى العقاري فيه شبكه، الخاصه كلياتها فيها شبكه، بس التجاره له راتب. عم تحكي الراتب ما بكفي 3 ايام. خلاص 100. بعد كم سنه؟ بعد 42 سنه خدمه. شو بدي لك يعني؟ طيب قد ايه بكفيك راتبك؟ 3 ايام بس. باقي الشهر؟ نعم باقي الشهر. باقي الشهر بعد الله، إعانات من هون ومن هون ولدنا وهي أي شغلات يعني. منين بيجيب هلا؟ ليك مثل ما اللي شايفه هلا مباشرة. وقف من وقف أكثر من مصروف الراتب. قد إيه راتبك؟ والله 98. كم يوم بكفيك؟ والله يعني مشي حالنا فيه. عمري 67 سنة. قد إيه عم تقبض؟ اللهم صل على النبي، أنا بابا 90,000. قد إيه بكفيك راتبك؟ يا دوب بكفيني إيجار بيت، البنات مسافرين، أمه ميتة. ومتأجر بيت طبعا، وما في معين غير الله، ما في مساعد. الراتب شغل 90,000 يعني، شغل لي اشتغل انا بياع مي على باب الله. زيدونا الراتب لانه يعني بعمري لازم انا اقعد بالبيت، يعني زيدونا الراتب ما بنقعد بنحتاج لا نبيع ولا نطلع ولا برا. وانا زلمه بالعمر هذا يعني ما في بهالحمى والشمس ومريض ضغط وسكري وشوب مثل ما لك شايفه، ما في مني معي غير الله يعني. إيه. الله يفرج. قاعد حضرتك؟ ايه متقاعد. قد ايه راتبك؟ راتبي 100,000، 98,000. قد ايه بكفي؟ 3 ايام. 3 ايام. وباقي الشهر؟ على الله. ايه على الله. وش عم نشتغل؟ شوفير تاكسي، بشتغل شوفير باص. مش حال. الطيبين شرواكم يعطونا. يعني نشتغل ناطور بنايه. شوفير تاكسي شايفه كيف؟ يساوي بسطه، يبيع محارم بالشوارع.
يعني بده يلاقي شغله ثانيه يقدر يسند حاله. هيك بيشتغل. دخل شو بتشتغل؟ بتشتغل وزير يعني؟ ما عاد يشتغل وزير. انا والدي متقاعد وعاجز يعني ما انه الوضع 95,000 شو بكفوا؟ اذا جبنا له الدكتور على البيت بده 100,000 بين ادويه بين ابر بين اكياس سيروم وهالامور هي يعني معه كثير شغلات وجيته جلطه بالدماغ يعني. لا ما في جايب الدكتور حاطينه نحن. لا انا خدمت حوالي 40 سنه من سنه 79 ل 2021 تمام؟ يعني هلا انا تقاعديتي حوالي 105,000 ايه يعني مصروف يوم الا كمان ايه. كيف بتكمل الشهر؟ والله عم بشتغل يعني شغلتين ثلاثه يعني شو بيصير لي شغل بشتغل شو بدي يصير لي هيك. ايش عمرك؟ هلا 62 يعني هلا انا مثلا الحمد لله الله فضل علي وعم بشتغل وصحتي منيحه الحمد لله وعم بشتغل بس في ناس يا حرام ما يعني ما بعرف شلون عم يقبلوا الشهر راتبه 90,000 100,000 يا حرام يعني ما بعرف شلون صعبه فواتير ما بكفوه فاتوره كهرباء ومي وتليفون ما بيدوه.